السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا متابعينا أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا في واحد الدرس جد خفيف ظريف على الأجهزة الحاملة إلى نسخة جوجل تي في. فهاد النسخة هي اللي ولات كتخرج في الأجهزة ديال تي في بوكس والأجهزة ديال التلافز. فالدرس غيكون اليوم طريقة مسح التطبيقات. فأغلبية ديال الناس خلونا في التعليق كنديرو مسحو التطبيقات على أجهزة جوجل تي في. فمثلا في الأجهزة ديال الأندرويد نختارو أي تطبيق، كنضغطو فقط مثلا هاد التطبيق، كنضغطو ضغطة مطولة كيظهر معنا هنا ديبلاسي اوفري وكتكون معاهم هنا ديزانستالي. في اجهزة ديال جوجل تي في للاسف فرا ما كايناش. فتبع معايا هاد الدرس هذا الا كتعاني من هاد المشكل هذا. فباش نمسحو التطبيقات من اجهزة ديال جوجل تي في، فاول حاجة غنجيو هنايا نطلعو للفوق، نجيو لهنايا البارامتر كما كتشاهدوا ها هي البارامتر، ونضغطو على الزر ديال اوكي. فهنا فين غيعطينا بلاصه لي زابليكاسيون الريزو فين كنديروا الاعدادات ديال التلفاز ديالنا. فغنهبطوا هنا الابليكاسيون ها هي كما كتشاهدوا هي ابليكاسيون، ونضغطوا على الزر ديال اوكي. من بعد غنديروا افيشي توت لي زابليكاسيون، ونضغطوا على الزر ديال اوكي. فهنا كيهضروا معنا كاع التطبيقات اللي عندنا في جهاز التلفاز ديالنا او جهاز تي في بوكس. فغنختاروا اي تطبيق اللي بغينا نمسحو كما كتشاهدوا بغينا نمسحو هذا التطبيق هذا. فظهر معنا هاد الاعدادات هنايا، نضغطوا على الزر اللي كيدينا اليمن، غتظهر معنا هاد الاعداد كما كتشاهدوا. فغتلقى هنا ديزانستالي اي مسح التطبيقات، ونضغطوا على ديزانستالي ونزيدوا نديروا اوكي. وبهذه الطريقه فغنمسح كما شاهدتوا معنا فمسحنا التطبيق. كذلك نمشيو اي تطبيق بغينا اللي ما عندنا ما نديروا به ونمسحوه، نختاروا هذا او اس ان كما كتشاهدوا، نجيو لهنايا فين عندنا ديزانستالي كما شاهدتوا، نهبطوا لهنا لديزانستالي نديرو اوكي، نزيدو نديرو اوكي، وننتظر قليلا وغيتمسح معنا التطبيق كما شفتوا. ها هو ما بقاش معنا التطبيق في شاشه التلفاز ديالنا او جهاز تي في بوكس. فهذا هو الدرس اللي كان معنا اليوم اخوتي، درس خفيف ظريف بالنسبه للاخوه اللي كانوا كيسولونا طريقه مسح التطبيقات على اجهزه جوجل تي في. فرحنا دابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. سدير معك لايك الا ما كنتش مشترك فاشترك وفعل زر الجرس باش لما توصل بجديد، ودير معك بارطاج لهذا الفيديو هذا باش تستافد منه واحد اخر.